الحصول على 100 نقطة في هذه الفقرة ربما يعني حريصين جدا أو تكونون حريصين عليها، لأنها ممكن هي آخر فقرة فيها نقاط تقريبا، صح؟ ما قبل النمونية غدا. في مطبخ عندكم بكرة؟ يعني باقي أيضا مطبخ عندكم بكرة. يلا صاحب رقم 9، يا مرحبا حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يجزيك. ماجد جاهز؟ إن شاء الله. مركز؟ بمشيئة الله. مصحصح؟ الله يختار لنا ولا يخيرنا. خيارين عندك، حاول إنك تجاوب، إذا ما عرفت الإجابة تعطيني أي إجابة ربما تحصل على 100. السؤال يقول على الشاشة: في أي عام ميلادي غرقت سفينة التايتانيك؟ 1913 1912. خليك مركز، طالع في الشاشة هنا أقرب لك. 1913 1912، والوقت الآن 15 ثانية. معك 1913 1912، 5 ثواني. 12 1912. تعرف الإجابة؟ لا والله. رميت؟ على الله. تتوقع أن الرمية تجيب لك 100؟ بمشية الله. ثبتنا 1912 هو عام أو العام اللي غرقت فيه سفينة التايتانيك، والإجابة يا ماجد صح. والف مبروك. الله يبيض وجهك. تستاهل يا ماجد.